الله الرحمن الرحيم. معكم دكتور سند فؤاد محمد من فرع طباعي قسم تصميم كلية فنون جميلة جامعة قابل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في البداية نشكر قسم الوسائط المتعددة وخاصة القسم الفيديوي في هذا القسم على إتاحته لنا هذه الفرصة للتخاطب مع المتلقي أو مع الطالب أو مع الأستاذ أو مع هذا الشريحة أو هذا الجمهور الكبير من المشاهدين ضمن وسائل الاتصال المتعددة الموجودة ضمن هذه الرقعة. نتكلم اليوم عن الجزء الثالث ضمن مادة الأسس الصحفية المتصلة بالشكل، أي الصفحة الأولى. في الحقيقة هذه مادة كبيرة وشائعة في تكويناتها وفي أساليبها وفي مدارسها وفي أجيالها. دائما نقول الجمال جمال، الله جميل ويحب الجمال، الجمال مطلوب والوظيفة مطلوبة والمضمون مطلوب. دائما في التصميم أعزائي المشاهدين نلاحظ فكرة الجمال موجودة، دائما نركز نحن في الجانب التصميمي على تكوينين، الجانب الجمال وجانب الوظيفه. الشكل مطلوب للمتلقي حتى يتمكن من خلاله من استيعاب الماده او اقتناء الماده، والوظيفه مطلوبه ايضا. اي بمعنى لو لم تكن هناك وظيفه لا تكون هناك فائده من هذه الماده التصميميه. اي بمعنى الصحيفه يجب ان تكون جميله لكي يتقبلها المتلقي، ويجب ان تكون فيها ماده تحريريه وماده خبريه مهمه وجيده في نفس الوقت وذات مصداقيه لكي تحقق وظيفه من خلال ايصال الماده وايصال الخبر وايصال الفكره. هذه كل الاشياء يجب ان تكون موجوده في الماده التصميميه، اي تحتوي على شكل ومضمون، جمال ووظيفه. اي بمعنى العامل الموضوعي جدا مهم في عمليه التصميم. اليوم نتكلم عن الصفحه الاولى. هذه الصفحه التي تكلمنا عنها سابقا وتكلمنا ضمن محاور عديده وضمن رؤى مختلفه وضمن امكانيات متعدده. هذه الامكانيات ذات قوالب مختلفه تختلف من مصمم إلى مصمم ومن مدرسة إلى مدرسة ومن أسلوب إلى أسلوب. وكما موضح لنا في هذا الشكل أو في هذه الواجهة من الصحيفة وهي صحيفة الزوراء التي تصدر من خلال نقابة الصحفيين العراقيين وهي أول جريدة صدرت في بغداد، أو كما نقول صدرت ولكن ليس بهذه الجمالية وبهذه القابلية، ولكن تطورت عبر السنين وأصبحت هذا الشكل وبهذه الحلة الجميلة. في الحقيقة دائما يتساءل المتلقي أو الجمهور عن أهمية الجمال في الصفحة، ولماذا تكون الصفحة جميلة وخاصة الصفحة الأولى. كما قلنا سابقا الصفحة الأولى تحتوي على مواد متعددة، تحتوي على صور مختلفة وعلى عناوين ومنشطات مختلفة. تقترن هذه التكوينات التيبوغرافية بالمواضيع الموجودة في الصحيفة والمواد الموجودة في الصحيفة التي تعتبر هذه المواد مواد مهمة ومواد بالغة في الأهمية من خلال ما تحتوي على مواد صحفية ومواد خبرية ومواد تحريرية التي يقوم من خلال المحرر الصحفي لتلك المواد التي يكتبها، ومن ثم تنتقل إلى المصمم الذي يصمم هذه المواد وفق رؤى، وفق تكوينات، وفق خزين ثقافي ما يمتلكه هذا المصمم، ومن ثم تنتقل هذه الصفحة إلى المنفذ الذي ينفذ هذه الصفحات وفق موجود من عملية تصميمية سابقة. تكلمنا عن أهمية الجمال وخاصة ما موجود في الصفحة الأولى، تكلمنا عن الأساليب الموجودة وقلنا هناك أسلوب التنسيق المتوازن
الذي يعمل على توازن الجانب الأيمن مع الجانب الأيسر، وهناك أيضا أسلوب التضاد والتوازن الذي يوازن ما بين الجانب العلوي الأيمن عن الجانب الأسفل من الجانب الأيسر في تكوين متضاد ومتوازن في نفس الوقت، وكما موضح في الشكل رقم 10. ننتقل اليوم إلى أسلوب جديد وهو أسلوب التنسيق المنصب على ركن واحد من الصفحة. طبعا من اسم هذا الأسلوب يأخذنا إلى خيال واسع أو خيال يعطينا خاصية ثقل جهة عن جهة أخرى. أي بمعنى في العادة يوجه المخرج الصحفي اهتمامه إلى الركن العلوي من يسار الصفحة فيدرج فيه جميع الروايات والأخبار الهامة حتى تكون عناوين واضحة للقارئ عند مشاهدتها للصحيفة في محلات توزيع الصحف. وفي هذه الحالة تتضاءل أهمية الأعمدة الأربعة الأولى في الصفحة، كما أن القسم الأسفل من الصفحة لا يحتوي على شيء من النصوص الإخبارية الهامة، وهذا موضح لنا في الشكل رقم 11. في الحقيقة حينما نقول هناك جانب مثقل بالمواد يختلف عن الجانب الآخر، أي نقصد بمعنى يوجد جانب يحتوي على مادة صحفية إخبارية مهمة، أي بمعنى كتلة كبيرة تختلف عن هذه الكتلة عن الكتل الموجودة في باقي الصفحة. فنلاحظ هناك امتداد لهذه الكتلة في ضمن جانب واحد، كما واضح في الشكل رقم 11 في الجانب الأيسر توجد كتلة من المادة الإخبارية والصورة الإخبارية والعنوان. هذه الكتلة كتلة تعتبر هامة للقارئ، يتجه من خلالها القارئ على دراسة أو رؤية أو تقبل هذه الصفحة. يوجد أسلوب آخر هو أسلوب التنسيق المجزر، وفي هذا الأسلوب لا يراعي المخرج الصحفي نظاما معين، بل يحاول الابتعاد عن تحقيق التناسب حيث ينوع في العناوين على نطاق واسع، ويتم اختيار جميع العناوين على الصفحة مع الأحرف السميكة السوداء، ليصبح بالتالي التنسيق المجزأ تنسيقا أشبه بالسر كما موجود في الشكل رقم 12. في الحقيقة في بعض الأحيان يسمى أسلوب السر، وفي بعض الأحيان يسمى أسلوب التنسيق المجزأ. هنا لا يراعي المخرج الصحفي أو المصمم الصحفي أي نظام، بل يكون نظام شبه فيضوي أو شبه متعدد الأشكال، قد يتناسب أو قد لا يتناسب في نفس الوقت مع عناوين أو مع تكوينات أخرى. فنلاحظ من خلال هذه التكوينات هناك حالة من حالات التنوع، كل جزء من أجزاء الصفحة هو جزء خاص بصحيفة أو شكل خاص بصحيفة أو أسلوب خاص في صحيفة. ممكن نقسم الصفحة مثلا أربع أقسام، كل قسم له أسلوب بحد ذاته يختلف عن الأسلوب الآخر، وبالتالي راح تكون أربع أساليب في صفحة واحدة، وهذا الأسلوب هو يطلق عنه التنسيق المجزأ. هذا الأسلوب دائما يكون أسلوب ذو جمالية، أسلوب يختلف عن باقي الأساليب، لأن يعطي هذا الأسلوب رؤية واضحة وتكوين واضح يختلف عن باقي التكوينات. أعزائي المشاهدين، تكلمنا عن أساليب مختلفة، تكلمنا عن مدارس مختلفة، تكلمنا عن أساليب مختلفة، ولكن هناك سؤال يطرح نفسه دائما، هذا السؤال جدا مهم، لماذا نبحث عن الجمال؟ هل الجمال موجود في حياتنا؟ هل الجمال موجود في الصحف فقط؟ هل الجمال مطلوب؟ أسئلة دائما تتكرر من طلبة، تتكرر من أساتذة، تتكرر من عامة المجتمع. دائما النفس تبحث عن الجمال، دائما نقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بأجمل صورة، لذلك دائما الإنسان يبحث عن الجمال. تكلم الأغريق عن الجمال، تكلم البابليون عن الجمال،
تكلم السومريين عن جمال، تكلم العالم بشكل عام عن الجمال، ولكن أين الجمال؟ أين يكون الجمال؟ في الجوهر اللامرئي أم في الشكل المرئي؟ في الحقيقة الفلاسفة ذهبوا إلى أوسع من ذلك. البعض يقول الجمال في الجوهر، البعض الجمال يقول في الشكل، ولكن أنا في رأيي الجمال يبحث عن صاحبه، أي بمعنى كل إنسان له رؤية في الجمال، وكل إنسان له قابلية في الجمال، وفي نفس الوقت أحبون أذكر الجمال يتغير ضمن مرور الزمن. إذن الجمال الصحيح هو جمال الجوهر، وهذا موجود في الصحف، يعني الكل تبحث عن الجمال في الصفحة الأولى، ولكن أنا في رأيي الجمال يجب أن يكون في كل صفحات الصحيفة، بغض النظر إن كان هذا الجمال موقعي أو موضعي أو وقتي أو زمني، الجمال يجب أن يكون في الصحيفة كاملة، إذا كانت تتكون من 8 صفحات أو من 10 صفحات أو من 12 صفحة أو إلى تقريباً وصلت عدد الصفحات 56 صفحة في بعض الصحف. الجمال يجب أن يكون على جميع مدارج الصفحات الموجودة. من هذا المنطلق كانت هناك عدة أساليب وعدة مدارس تكونت منها هذه الأساليب. في الحقيقة هذه الأساليب اختلفت من مدرسة إلى مدرسة ومن تكوين إلى تكوين، وكان لها وقع مهم ورؤية مهمة من خلال المتلقين ومن خلال جذب المتلقي لهذه المدارس ولهذه التكوينات. اختلفت من أسلوب إلى أسلوب كما ذكرنا سابقا، اختلفت بين صفحة إلى صفحة، اختلفت ما بين تكوين حضري عن تكوين استقراطي، اختلفت حتى في تكوين بعض المدارس ما بين بعض المدن وما بين بعض الأساليب، حيث كانت أساليب مختلفة ولكن في جوهر واحد. أعزائي المتلقين لهذه المحاضرة، نشكر تواصلكم، نشكر متابعتكم، نشكر مركز دراسات متعددة في جامعة بابل، وخاصة الكادر الموجود في القسم الفيديوي من هذا القسم، مشكورا على إيصال هذه الأفكار وإيصال هذه النتائج التي يتوصل لها الأستاذ والطالب في محاضرته، هذه المحاضرة العلمية الأكاديمية. شكرا لكم، كان لكم معي وقفة جدا جميلة، الدكتور سند فؤاد من قسم الوساطة المتعددة من جامعة بابل كلية فنون جميلة، شكرا جزيلا.